ايوه واقف هنا الجاره شويه كده. تعمل لي بقى خطه الراجل. ايه؟ ايدك وجعتك؟ النسوان عندنا ايديها اكبر من كده بكتير. المكان نزلوا فين؟ لا كده يبقى نزل النفق. خرج من حضرات السيد الركاب بسرعة إملاء المحطة وسرعة التوجه إلى مخارج المحطة وذلك لزور. أنا عايز خدمة فقاعات عندي في المحطة حالا. خرج من حضرات السيد هو القطر فاضله قد ايه على بال ما يوصل يا عامر؟ دقيقتين وعشرين ثانية. هيبقى سلم لي على عمر وغني النشيد الوطني على بال ما يجي القطر. بلادي بلادي مروان. ايه؟ تعالى الجوع دي بسلالة مش عارف اغني. البوليس في كل حته. الحكومة دخل علينا من كل حته، نعمل ايه؟ رد عليا هنعمل ايه؟ قلت لك بلاش ضابط. فكوا. وبعد ما فكوا. بلادي بلادي. الساعة زغلول محطات نفقية، بعد كده كلها محطات سطحية. يبقى لازم نوقف القطر في النفق عشان نقدر نحصل. بسرعة حركة قوات اشرف بيه، حط الساعة زغلول. بس يا ابني ليه؟ مش من عندي، وصلوا الكهرباء من تحتكم. بس يسبوهم في رقبة الجماعة بتوعك.
هم عايزين كده. دلوقتي مضطر نفجرهم كلهم. أربع دقايق كلنا هنموت. أدي المفتاح. الناس دي مالهاش ذنب. خلينا اكلمهم وانا ارجع لك الكهرباء وامشي لك القطر. المهم الناس دي ما تموتش. خلينا اكلمهم وانا هربهم. فكني. خليني اشوف. قوم اشوف يلا. قوم يلا. شغل التليفون. يا سيسي بي يا سيسي بي معاك قطر 165. ايوه يا ابراهيم. انا الرائد سيف الضبط. انا سيف صبر. يا صابر في قنبله على القطر هتنفجر بعد اربع دقايق. خليهم يمشوا القطر. رجعوا الكهرباء يا صابر. ده كلام فاضي يا صابر. ده ارهابي. كده كده هيفجر القطر. يا فندم انا شايف ان احنا لازم نبلغ سياده الوزير. مفيش وقت معاك. يا فندم لو في احتماليه ان احنا ننقذ بني ادم واحد على رايح نحرك القطر. الناس اهم يا صابر. اسمع كلامي. رجعوا الكهرباء. مشوا القطر. مشوا القطر. حرك القطر يا ابني. القرار ده انا مسؤوليتي يا فندم. حرك القطر. 165. ايوه يا ابراهيم. انا الرائد سيف الضبط. ايوه يا سيف يا صابر. يا صابر في قنبله على القطر هتنفجر بعد اربع دقايق. خليهم يمشوا القطر. رجعوا الكهرباء يا صابر. ده كلام فاضي يا صابر. ده ارهابي. كده كده هيفجر القطر. يا فندم انا شايف ان احنا لازم نبلغ سياده الوزير. مفيش وقت معاك. يا فندم لو في احتماليه ان احنا ننقذ بني ادم واحد على رايح نحرك القطر. ارواح الناس اهم يا صابر. اسمع كلامي. رجعوا الكهرباء. مشوا القطر. مشوا القطر. حرك القطر يا ابني. القرار ده انا مسؤوليتي يا فندم. حرك القطر.